هسه المساعدات اغلبها تنطلق من المناطق الشيعيه، الخطابات والفتاوى من المراجع الدينيه الشيعيه. يعني انا اسال لماذا البيانات السنيه خجوله حتى هذه اللحظه؟ المسلمين اخوانكم، هسه بشرع الله المسلمين اخوانكم، لماذا لا تهبوا للدفاع عن اخوانكم باي شيء؟ هذا مغزى سؤالي لو سمحت. يعني هذا صحيح، هنالك بعض الدول التي هي لديها علاقات من تحت الطاولة مع إسرائيل للأسف الشديد أقول، لكن من المفترض أن يكون للعمق العربي ولمنظمة التعاون الإسلامي وللجامعة الدول العربية التي أنا أراها اليوم هي تقف موقف المخزي والمعيب إلى جانب المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية وأزمة لبنان في هذه الأيام. والمشكلة الأساسية التي نحن نعيشها اليوم، أعتقد بأننا في هذه المرحلة وبعد موضوع الانتهاكات والخروقات التي ذهبت إليها إسرائيل بتفجير أجهزة البيكر ووسائل الاتصال اللبنانية، هي قد أرسلت رسائل سلبية لجميع دول المنطقة، وأصبح هنالك ريب وشك من العلاقات ما بين تلك الدول التي لديها من تحت الطاولة علاقات مشتركة مع إسرائيل، وفي حال إن كان هنالك أي نوع من تصدع تلك العلاقات ربما سوف يعاد مثل هكذا سيناريو.